اسرائيل هي البومادا ديالها كتجي 8000 ريال، البومادا اللي كيديروا لها ديال السكاتريس وداك الشيء 8000. راه قالت لي بغيت كبرت ما تحتاج باش كتسكرا، راه هي عندها 4 مليون، الاخرى عندها بثلاثة، الاخرى انا بخمسة. محلاتي كلشي راه عندو باش نداوي بنتي. كنساكنة نيت ماشي مساكناش، ولكن الله غار الله غار الله غار بالله سبحانه إلا هو. كيف وقع لها هي طلعت للسطح، كنا قاعدين لتحت وطلعت هي للسطح وتحققت ببريكة. كيفاش هاد البريكات تحققت؟ شعلتها وحرقتها وهي لابسه جابه دور ديال النيلو وسقع عليها كلها، هي تحرقات من تحت للفوق يعني حالة الدرجه الثالثه. يعني ديك العافيه شدات في ديك الجابه دور كامل كله من تحت للفوق بحال شديتي الويتها فورماسما كلها من الصباح حتى لهنا حتى راس العيني حتى لهنا كله تحرق. شنو درتو نتوما ديك الساعه؟ بتو علينا الناس وليت دخلنا خوينا على الماء تحت في الطواليت وليت ديتها لهذا لمحمد السادس ديتها للسبيطار. ديك الساعه زيناها المامونيا ما بغاش يدوها، ديتها للسبيطار سيفي ما بغاش يدوها، صيفطونا لمحمد السادس وما فين شدوها من الجوج حتى للوحده حتى لحداش اللي عاد دخلت للعمليه. عاد دخلت للعمليه وفلوسنا ورزقنا ما قدرنا نديرو لها والو لديك البنت، وفلوسنا نيت وخصنا عليها وثلاث شهور وهي في الانعاش، ثلاث شهور وهي في الانعاش. هذيك البنت ما كيشوفها حتى واحد، انا بوحده اللي نعسان معاها. قلت لنا انك بعتي عليها واحد البارتمان. بعت بارتمان ولهم ثلاثه ندير انا دروك، بعت وحده بعت وحده ب 14 مليون وبعت اخرى عندهم ثلاثه البارتمان اللي عندهم بشرط هذه البنت. دابا انت راه انا ثلاثه البارتمان. فين كاين البارتمان؟ تحت. ودوك ساكنه في السطح. وحده بعتها عليهم، وحده بعتها نيت على عليها يعني هي ما سوقرتش غير الدوات الحريق ديالها اخو بعتها على قباله. عندي جوج حالات، عندي وحده مريضه بالقلب جنات مريضه بالقلب توفات، وعندي شهادي رابة محروقة وما خصو قلت لهم والو. كان بعتها نبين نغرق نغرق تاعي وبعتها، بعت محلي بعت محلو وطاطا مرهونين طاطا رهنتهم على قبل بناتي. ما نطلب حد، ما مشي عند حد، ما اللي وقفت عليه تيقول ما عنديش، اللي وقفت عليه في العائله ولا اي واحد وقفت عليه الدواء ديالهم خايب نادر. كاين نهار اللي كيخسر عليه 1000 درهم. 1000 درهم كان عندي 1000 درهم غايت، انا ما صبر لي 1000 درهم ديال الدواء. هما بجوج حالات، وحده عندها ثقيبه في القلب واخرى مرضى بالحرق بالحارق، وهي هادي تطلبوا لي 1000 درهم من غير كاع. فاش خرجت من السبيطار ما بقيتش قلت ليها والو، خرجت ليها من السبيطار. ويعني هي خرجت من القرايه، خرجت من المدرسه ما تتقراش باقي، عندها 11 سنه ويلا با ترجع للتحضير. يلا با ترجع للتحضير. شحال عندها من سنه هي دابا؟ عندها 11 بنت 2010 10 11 7 11 عام. من نهار تحرقات ما رجعتش للمدرسه اصلا، من نهار تحرقات ما رجعتش هي للمدرسه مسكينه. وكتعيش حياتها طبيعيه كتخرج لها؟ لا ما كتخرجش، حتى هي تشوف فهمتي تخاف الدار ما كتخرج كاع. الا خرجها با ولا خرجها اختها ما تخرج ليك، شي من التعقيدات من الحريق هذاك الشيء التعقيدات. من تمشي الى بيتي مع البنات تقول لكم نمشي لهنا ولا نمشي لهنا، تقول تنبسح حوايج بحال هكا تقول لك لا باين ليا تماك وعريان ليا تما. ولا داروا لها ثلاث العمليات في محمد السادس، انا اللي وقفت لهم حتى داروا لها العمليه ثلاث مرات، تحيدو لها مرجا ودو لها كرشا ما بغاش يتجمع لها الجرح. انت عندها السكر، عندها صاية مريضة بالسكر. يعني شنو تبي تقولي للناس اللي يقدروا يتعاونوا معاكم؟ حتى الما والضو تا هو مشا درو، حتى الما والضو زولينا الما كانت الضو الما كانت الضو، ما بقى عندنا قاعدين غير في الظلام. ما عندكم لا ما لا ما لا ضو،
شحال تقريبا تكوني كتخسروا على جبلت الفلوس راه هي البوماده ديالك جات من الفريه البوماده اللي كيديروا لها ديال السكرتيرات وداكشي 8000 خمس سنين نتوما على هذا الحال خمس سنين وحنا والله وحق الله العظيم الا خمس سنين حنا تنضو ما كنقدر كاين محسنين هادوك ولا تعطات المحسن كيعاونوها هما ديك الساعه ما عنديش تاجروك شي عام هادي باش ما بقيتش كما ما بقيت نسكر لا والو اللي شديتها في الكريت ونعطيها انا ما تتبات كاع واش كاع ديك 60 ولا 40 ولا اللي شديتي في الكريت ديك الساعه تيطير حطوها على الدواء ديال البنت ما بقيش سكرت لها شي عام مع عام ديال لي ما هادي ما بقيتش كما بقي انا براسي مريضه انت السكر ما تنقدرش والله اللي برا دوكا الا قلتي خمس ايام هادي ما دقيتهاش دي برا ديالي ما كاينش باش نشريها ما كاينش باش نشريها تنشريها تنشريها 3600 ديال السكر ما بقيت تنشرب على لقيت باش نداولها باش حتى باش ناكلو عاد نشري الدواء والله الا خمس ايام هادي ما دقيتي برا والانسولين كندقوها تندقو 24 في الصباح و 14 بالليل شنو تبي تقولي للناس والمحسنين اللي بيعاونونا يشوف حنا تيشوفو تيشوفو اكي المحسن كي المحسنين هاتي شوف حالتنا دوك ما مدرقه ما مخبيه ما انا تستلي هذاك الباب اكبر من تسجلي محلي باش ما يطلع حد يشوف انا على يشوف محلي وعلى الاخر اللي ترمي 13 ما تقدرش انتي بدارك ودابا تعقد تعقدت انايا تعقدت ماشي خير هما انا تعقدت محلي وترمي 13 كلشي بيتو ورنتو راه تحي قالت لي ما تكبرت ما تحتي باش كنت ساكنه راه هي انا طلعت ب 4 مليون الاخرى انت بثلاثه اخرى انا بخمسه اما حلاتي كلشي راه انتم باش نداوي بنتي كنت ساكنه نيت ماشي ما ساكناش ولكن الله غار الله غار الله غار بالله سبحانه الا هو ودوك فلوس الرهن كامل كلشي مشاو في هذوك جوج عندي جوج حالات عندي بنت مريضه بالقلب والاخرى محروقه هاي هذيك وحقا انت سواني لها عتي جبرت باش نسواني لها هي باش رد عادي كنت نمشي عند راس جنات وعند رباب راه زبرت الفلوس اللي كنخسر عاد توصل من عند هذيك لعند هذيك وباقي با حتى تيقعد معاها با نمشي نداوي انا نرد العلاج ما كاينش شي حاجه ما كاينش ما كاينش شي حاجه فاضله لا حرام عطي نعسو تاخذ حتى شي لم الدواء تاي نعسو وحقا ما كيجيو داك السرم اللي كيجيو ما كنشري لهم انا ما كنرضاش ما كنرضاش بشي حد ما كاينش نهارات هاد هاد المرشحين اللي دابا تيجيو للحملات الانتخابيه جا سول فيكم قال حرام حرام حتى الفلوس اللي كتدعم اللي خرجوا الناس ما شديتوش ياك داكشي خرجوا الناس ديك هادوك الفلوس اللي جابوا الاولاد وداكشي والله ما شديتو ما عطانا حد جا ولا لا محسن لا والو زعما عطاونا داكشي يشدو الناس ربينا في اللي يشدو الناس والله ما شديتها ما عطاوهاش حتى شي جا لا طيب داك هادشي اللي كندير المشاكل كلشي الله يشويني ما شديتش ريال داك انا شدو وشدو على ولادهم وشدو على راسهم يا رجل ما شديتش انا حتى ريال خوتي كلشي شدو في القصبة شدو عندهم وليداتهم وانا ما شديتش ما عندها نشوف بدين يخدم ويصلح ما كاين اخويا نديك ما عندناش ودابا الى جات الشتا هاكا الشتا هاكا تهبط علينا الشتا نشتا احوايج دوك واش ورقنا مشاو هما ورقنا ها ورقنا وريك ها هادشي راه الشتا اللي في زقاتو ورقنا كلشي في زقاو بالشتا تطبط هاكا تنخرجو نجمعو تن جهات تجمع هاكا ها انت نجيب الحال هادا الشتا كلشي اللي خرج عليهم ها الشتا تندير الحوايج لهاد الجهة تا تفوت الشتا ندير عاد تا البلاصة اللي تسدات نديرو غير الميكا هاهي هاي الميكا اللي داير فوق هاديك الزنقة دايما مغطيه بالزنق ودايما يكافو بالزنق اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة